اجي تراب بالليل. خلاص بقى يا دياب، انا ما صدقت انها حنت عليا. ارجوك يا اخي، انا لازم اطمن عليها. طب واحنا ليه نقلق راحتها؟ النهار له عينين. طب استنى، انا هقول لك على حاجه. احنا نمشي دلوقتي ونجي لها بكره بالنهار احسن. بكره بالنهار ايه؟ انت عارف النهار بيبقى هنا ايه؟ زحمه وناس راحه وناس جايه، ما بعرفش اتكلم معاها. وبعدين احنا متفقين نتقابل بالليل. طب انا اجي معاك ليه بقى؟ دي امور عائليه، انا ما يصحش اتدخل فيها. لا طبعا لازم تيجي معايا، كفايه ان هي بحت لك باشتياقها ليا. يلا يا حبيبي، يلا يا دياب. محمد رسول الله، محمد يا عم محمود، يا عم محمود. شوف ايه، راجل كلمني. اسمع، انا مش عايز عبط. يلا يا دياب. والله في راجل يا عم محمود. حبيبتي هنا يا ديان. ألف رحمة ونور عليك يا ست أشجان. فتحة يا حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. استعيني، اهدنا الصراط المستقيم. الذين أنعمت عليهم. آمين. ضالين آمين. صدق الله العظيم. ربنا يرحمها يا رب. أدينا كده عملنا الواجب. يلا بقى نمشي يا عم معبود. لا نمشي فين؟ انا مش هتحرك منين غير ما اطمن عليها. اديني قلت لك اهو. والله العظيم هي كويسه وزي الفل. مش انا قلت لك ان هي اللي جابتني ليك؟ ارجوك تحترم اللحظه اللي احنا فيها يا دياب. ربنا يهدينا في الدنيا. حاضر. اللهم انا ايه في ايه؟ عبد المعبود. فعلا بيا ربنا، كل دقيقة عدت عليا من غيرك كانت كأنها سنة. حتى سألي ديال. لا وأنا مال، أنا ما تدخلنيش ما بينكم. يا أخي أنت صاحبي ولا كلمتين حلوين في صالحي. حاضر. يعلم ربنا يا ست أشجان، عم عبد المعبود مش عارف يعيش من بعدك. أنت عارفة لما كنت بتبقي قاعدة فوق في اللوكندا ومش بتنزلي لي عشان تطمني عليا، عارفة حالي كان بيبقى شكله إيه؟ صدقني وأنا كمان يا عبد المعبود، بس مش هسامحك وهفضل متحرمة عليك لحد ما تجيب لي حقي. لا رح أجيب لك حقك خلاص، وقريب كمان. دياب وعدني إن هو هيساعدني حسب اختيارك ليه. لا أنا ما وعدتكش بحاجة. لا خلاص. شفتي أنا جايب لك إيه؟ والله كل ده عشاني. حتى الفول السوداني اللي أنا بحبه ما نسيتوش. أنا عمري ما انسى حاجة أنت بتحبيها يا حبيبتي. سامحيني، حقك عليا إن أنا ما عرفتش أحميكي وأجيب لك حقك. حقك عليا. واحد اللي عم عبد معبود. لا إله إلا الله. تعمل شايف نفسك كده؟ لا إله إلا الله. وأنت يا ست أشجان، احنا اسفين قوي ان احنا قلقناك في نومتك. ربنا يرحمك يا رب ويحسن اليكي. يلا بقى يا عم عبد المعبود، يلا بقى نمشي، انا عملت لك كل اللي انت عايزه. يلا ايه؟ هو انا لسه كلمتها؟ دي كانت وحشاني يا ابني، ده انا ما وقفتش معاها غير دقيقه ونص او دقيقتين. لا بس انت قلت كل اللي انت عايزه، خلاص بقى يلا نمشي. معلش يا دياب، كتر خيرك، انا عارف كتر خيرك انك جيت معايا. هما كلمتين وهنمشي يا ابني على طول عشان وحشاني. ماشي يلا قول لها الكلمه. هي مشيت. مشيت يعني ايه؟ بالسلامة يا روح. مع السلامة يا حبيبتي. ألف سلامة. بالسلامة يا حبيبتي. هو أنت جايب البن ده منين يا عم عبد المعبود؟ انا بجيبه حب، وانا اللي بحمصه، احط له حبهان وزر ورد ومستكة. عجبك؟ وحش قوي. بهزر معاك يا عم عبد المعبود. لا جميل والله، تحفه. عم عبد المعبود، انا في سؤال عايز اساله لك من يوم ما جيت هنا. هو انت ليه دايما حواليك قطط سودا، مع ان يعني معروف ان القطط السودا دي شؤم؟ شؤم؟ هو ده بقى كلام الناس الجهله اللي ما عندهمش وعي. القطط السودا بركه. ايوه بركه. وعايز اقول لك على حاجه، الحاجة اللي الناس بتخاف منها مفيش أحسن منها.
حطها حلقه في ودنك. يا ديار انت فين يالا؟ والمصحف لو في بطن امك ما اسيبك. الجحش اللي بيجعر ده انا هقوم اشوفه عشان الواد ده شراني وانا بصراحه بتقي شر. اطلع يالا. يا انا هنا يا عم ستيري. تعال. انا يا ادخل الحجز بسببك وتبعنا كلنا بما فينا ابوك يا جاحد وربنا ما هحلك. والله العظيم اللي حصل ده غصب عننا كلنا، كله بسبب الزفت البرشام اللي انت حطيته في العصير. يا ده انا كنت الشقاوة كلها، ده انا كان فاضل لي خاتم في الصباع ده واملك الدنيا. ادخل بسبب خريق زيك الحجز. شكلي ايه قدام محمود الطور وحسن هلك دلوقتي؟ ده مين دول؟ اخصام يا جدع، اتشاهد على وشك. سيب يا ابني السلاح اللي في ايدك ده يا حبيبي، ده تتعور انت ولا هو؟ ليه كده يا حبيبي؟ انت جامد، انت جايب جدك معاك وما رميتوش يا جده، هتعمل ايه؟ هتمنع عني البنبولي؟ رايح كده والنبي يا حاج عشان عفاريت الدنيا بتتنطط في وشك. سيبنا بقى وقته. قطط لا. انا مش عارف اشكرك ازاي يا عم عبد المعبود انك انقذتني من الواد ده. هتشكرني انا ليه يا اخوي؟ اشكر حبايبك، انا ما عملتش حاجه. هو انا مستغرب يا عم معبود بصراحه، هو انت ازاي القطط بيكلموك وبتفهمهم وبيفهموك؟ وبسمعهم وبيسمعوني وبكلمهم وبيكلموني. اول طريق لتحرير الروح يا دياب انك تتواصل وتتصل بالكائنات الاخرى، كل الكائنات، الشجر والبجر، المتحرك والحجر، لحد ما توصل للشوفان تشوف حاجات الناس التانية بتشوفهاش، وهنا تعرف انك انت وصلت للطريق السليم القويم. البركة بقت معاك، ويمكن كمان يحصل لك بركات. الله 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 يا دياب. اطلع هات لي حته بلاستر عشان اقفل بق الكلب ده لحسن يصحى يجعر. يلا لغايه ما اشوف انا هحتويه ازاي. يلا ماشي حاضر. طب ادخله معاك جوه؟ دخله فين؟ اللي جابه هنا يدخله جوه. يلا روح. اللي جابه هنا يدخله جوه. اصحى يا بغل يا بغل. هلاقي فين بقى البلاستر ده؟ انا معرفش هما بيحطوا الحاجه فين. طب عايز اي حاجه؟ طب نقفل بيها بق الزفت ده. يا حبشي في ايه؟ خضتني. هو انت كل شويه تخضني وانا ناقصك؟ هلاقي فين بلاستر بقى انا دلوقتي؟ وانت يا حبشي في ايه؟ بتنام وليه يا صاحبي؟ ايه يا صاحبي مالك؟ انت جعان ولا ايه؟ يا عم منتصر مين اللي جه بيخاف؟ هو انت اتكلمت ولا انا اللي اتجننت؟ منتصر جه بيخبط على الباب، يعني ايه منتصر جه؟ يا ديبو يا ديبو انا مخلص حبيبك. ده منتصر فعلا جه بيخبط على الباب.